بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، تحية طيبة تتجدد بلقاؤنا في السباق المحلي الخامس، حيث بدأنا اليوم في الرابع من فبراير نوفمبر لعام 2015 مع سباقنا المحلي الخامس، وانطلقنا مع الأشواط المفتوحة. هذه انطلاقة الثالث الأشواط الذي انطلق، وهذا الشوط الخاص بالإبكار في مساء هذا اليوم، وهذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. نتابع المركز الأول، نتابع صدارة ومقدمة هذا الشوط، وهذه اللي تحتل المركز الأول بشعار هجن الشحانية، تنطلق متقدمة ومنطلقة، وهذه أبعاد لهجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني المنطلقة والمندفعة، وهنا إثارة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني بمتابعة عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي الغفراني، وثالثا عسيلة على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري. المركز الرابع تواجد سيادة على رابع المراكز، منتقلة بشعار هجن الشحانية إلى ثالث المراكز مع المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الرابع يتقدم وينطلق شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي هو المتابع في هذا الشوط، يتابع انطلاقة الواعية وهذا الشعار سليل من حققت الناموس والتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. المركز الخامس أختم النداء بوجود سيادة على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية عند حمد بن علي بن حلفان المري. أيها الإخوة المتابعون، أعلنت لحضراتكم مراكزنا الخمسة المنطلقة والمندفعة الإبكار التي تخوض هذه المعركة في سباقنا المحلي الخامس، وهذه الانطلاقة وهذه الأسماء الجميلة والأسماء المميزة والشعارات من أصحاب السمو والشيوخ والسعادة اللي يشاركون وينطلقون متابعين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. يا سلام، المقدمة مع شعار هجن الشحانية، ينطلق مع أبعاد، ينطلق مع أبعاد، ينطلق مع أبعاد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا لهذا الشعار العملاق، وهذه تحتل المركز الأول أبعاد، وحققت جدوى الشوط الرئيسي الأول بقيادة الوهيبي، وحقق أيضا خوزان نقطة الشوط الأول الرئيسي الخاصة بالقعدان أيضا مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يقدم أبعاد في هذا الشوط وينطلق مرافقا لهذا الاسم العملاق. المركز الثاني، المركز الثاني الشعر الغرفاوي ينطلق بالمركز الثاني بانطلاق الواعية، الواعية وهذا الشعر الجميل، ينطلق شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على مستوى المركز الثاني، وخطيرة تبغيلها مراقبة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث رقم واحد، وهذه إثارة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني عبد الهادي بن حمد بن هلي الغفراني في المتابعة والتضمير. والمركز الرابع أمجاد، أمجاد رقم عشرة وبشعار هجن الشحاني يضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. وخامسا، خامسا الحليانة، الحليانة أول نداء لها، أول نداء للحليانة بشعار هجن الشحاني يضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. ختمت النداء الثاني إخواني المتابعين، ولم يتبقى أمامنا إلا 1200، 1200 عن خط النهاية، ولا زالت المنافسة قوية ومعركة طاحنة بين هذين الشعارين العملاقين، شعار هجن الشحانية وشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. هذه هي أبعاد، وهذه هي أبعاد، هذه الواعية، الواعية شعار سليل على المركز الثاني وأبعاد. الله
اللحظات الحاسمة والمنعطف الأخير، المنعطف الأخير نحو خط النهاية. أبعاد 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 كنتم ولا قريبين، هذه أبعاد، بل خط النهاية هنا مع أبعاد على مستوى المركز الأول مع المقدمة. لكن خطيرة الواعية، الواعية خطيرة خطيرة بالشعار الغرفاوي الكبير، منافسة ولا أروع مع هذه الشعارات العملاقة. يا سلام، أبعاد أبعاد الواعية، الواعية وأبعاد، اللحظات الأخيرة، المدهوش يترقب يترقب، يحاول اصطياد ناموس الشوط الثالث في مساء هذا اليوم، لكن أبعاد على المركز الأول. أبعاد والواعية، الواعية وأبعاد، واللحظات الأخيرة. يا سلام، انطلقت أبعاد، تحركت الواعية، الواعية 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 يا المدهوشي، الواعية على المركز الثاني، ولكن أبعاد أبعاد بشعار هجر الشحانية والمنافسة الرائعة، ولا أروع ولا أروع من هذه المنافسة بين شعار هجر الشحانية والشعار الغرفاوي الكبير. هذه أبعاد، تهاني للهجر الشحانية، تحقيق النقطة الثالثة في مساء هذا اليوم مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الواعية احتلت المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الثالث عسيلة الهجن الشحاني، والمركز الرابع شعار هجن الشحانية، والمركز الخامس هذه الحليانة لهجن الشحانية. أيها الإخوة المتابعون، كان هذا لقاء بين هذه الشعارات العملاقة، شعار هجن الشحانية وشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، في متعة وإثارة حملت هذين الشعارين الكبيرين، وكان لأبعاد حضورها المميز بشعار هجن الشحانية. توقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 6 دقائق 12 ثانية، 63 جزء من الثانية. هذه أبعاد، قادها المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والواعية اللي ما قصرت حقيقة احتلت وصيفة لأبعاد بالمركز الثاني. 6 دقائق 13 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. هذه الواعية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. تهانينا للمضمر المبدع سالم بن عامر المدهوشي، المركز الثالث وصلت عسيلة لهجر الشحاني عن سالم بن فاران المري. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 6 دقائق 22 ثانية، 27 جزء من الثانية.